اوكي دكتور احمد، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. خلينا نبتدي مع حضرتك كده، ايه اسباب الاصابه اصلا بسرطان الثدي؟ اولا احب امسي على الساده المشاهدين والمستمعين. احنا بنتكلم ان سرطان الثدي له نوعين كبار، او بنحط تحتيه نوعين كبار من الاسباب، يا اما اسباب وراثيه يا اما اسباب اكوايرد او اللي هي مكتسبه نتيجه البيئه المحيطه او نتيجه نظام الحياه، النظام الحياتي او النظام الغذائي. تمام. فاحنا العوامل الجينيه احنا معروفه ان في بعض الجينات زي البراكا جين من ضمن الجينات اللي بتتورث من الام للبنات، وبتبقى احد اسباب تكون انواع كثيره من السرطانات، مش بس سرطان الثدي انما سرطان البنكرياس وسرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم. ودي انواع احنا بنعمل لها early detection، او بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل لها اشعاعات وتحاليل بانتظام في العائلات اللي فيها البراكا جين موجود. الحاجات اللي هي بقى الاكواير، معظم السيدات اللي هقول لك يعني ستاتس كده، معظم السيدات اللي عندهم دهون كثيره في جسمهم اوفر ويت يعني بيبقوا اكثر عرضه من غيرهم في حدوث سرطانات اللي لها علاقه بهرمون الاستروجين، زي سرطان الثدي وسرطان المبيض وبطانه الرحم. لان الدهون دي بيبقى داخلها انزيم بيحول هرمون التستيرون اللي بيبقى موجود في الجسم السيدات من الغده لفوق السيليا، بيحوله، فاصبح نسبه الاستروجين في جسم السيده ما بقاش له مصدر واحد بس اللي هو المبيضين، انما اصبح له مصدر ثاني اللي هو الدهون اللي تحت الجلد لو في سيدات نسبه الدهون عندهم كبيره. اوكي. طب دكتور، ده اهم عامل. دكتور انا صراحه يعني انا بعرف انه احنا بشهر اكتوبر الوردي، واحنا مخصصين حلقتنا اليوم عن سرطان الثدي ومحاربات سرطان الثدي، بس مش الكل بيعرف انه كمان الرجال بتنصاب بسرطان الثدي، هي نسبه ضئيله جدا من 0 لـ1%، بس خلينا كمان نوعي انه في رجال بتنصاب بهذا النوع من سرطان الثدي، فخبرنا اكثر عن الحالات اللي ممكن ينصاب فيها الرجل. طيب احنا لو بنتكلم على سرطان الثدي عند الرجال، فطبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان نسبه حدوثها بتبقى من 0.5% لـ1% من مجموع حالات سرطان الثدي على مستوى العالم. اختلاف سرطان الثدي في الرجال عن السيدات في نقطتين، اول نقطه ان يمكن الكشف عنه مبكرا، لان نادرا ما بنلاقي رجل عنده نسيج ثدي ضخم يعني، فالكتل اللي بتظهر فيها تبقى مخفيه داخل هذا النسيج. فما بيظهر الكتله غالبا ما بتظهر والرجل بيحس بيها مباشره. اوكي. النقطه الثانيه ان غالبا ما بتبقى يعني نتيجه عدم وجود انسجه رخوه في الثدي عند الرجال، معظم الرجال يعني، فالكتله دي غالبا ما بتبقى ملتصقه يا اما بجدار الصدر يا اما بالجلد على خارج الجلد الخارجي. فبتتحول يعني بيبقى عند التشخيص غالبا ما بيبقى في مراحل متقدمه شويه بالرغم ان تم اكتشاف الكتله مبكرا. اوكي. فده الاختلافين الاساسيين. انما خطوط العلاج والوقايه هي هياها، لان احنا لسه كنت بتكلم مع حد من الزملاء من فتره قريبه في ندوه، ان بعض الرجال اللي بيبقى عندهم بعض المشاكل في هرمون التستوستيرون لما يكون نسبه هرمون التستوستيرون قليل، او عندهم مشكله في الكبد، فبيعندهم ظاهره اسمها ظاهره التثدي، يعني تضخم نسبه الدهون في الثدي عند الرجل، فده بيخليه برضه عرضه اكثر من غيره من الرجال اللي ما عندهمش نفس الظاهره دي لتكون بعض خلايا السرطان عند نفس الشخص يعني. طيب دكتور احمد، خليني اسال حضرتك عن، دايما احنا بنقول الوقايه خير من العلاج، فخليني اسال حضرتك الكشف المبكر للبنات والسيدات المفروض اعمل ايه يعني، او سوري مش الكشف المبكر، الكشف الذاتي، ان انا اكشف على نفسي يعني في البيت وانا قاعده اعمل ايه، او ايه اللي يخليني اقول لا انا محتاجه ان انا استشير او ان انا ازور طبيب؟ طيب خلينا متفقين ان كل سيده
فتبقى عارفه تكوينها الجسدي عامل ازاي. اكيد كل سيده بتبقى عارفه شكل الثدي عامل ازاي، شكل الحلمه، لونها، لون الجلد وشكل الجلد عامل ازاي. احسن ميعاد، احسن ميعاد للفحص الذاتي هو بعد انتهاء الدوره بثلاث ايام، لان غالبا ما بيبقى اثناء الدوره هو قبل الدوره مباشره بيبقى فيه بعض الانتفاخات في الثدي والالام اللي بتخلي الحكم على اي كتل ظاهره يا اما حكم خاطئ يا اما اوفر استيميتد. تمام. بعد نزول الدوره بثلاث ايام، تبدا الهرمونات تقل ويبدا الانتفاخات في الثدي تقل، فاي كتله بتظهر حتى احنا كاطباء لما بتجي لنا اي سيده عشان افحصها بقول لها لو الدوره لسه موجوده او لسه ما جاتش او قربت خلينا لما الدوره الشهريه تنزل بثلاث ايام حضرتك تشرفينا تاني للفحص. فاحسن حاجه هو ده الميعاد اللي هو بعد الدوره بثلاث ايام. طبعا الفحص بيبقى في الاول بالانسكشن، انك تقف قدام المراه بتبص وهي واقفه تحط ايدها في وسطها بتبص على شكل الثديين قصاد بعض، مفيش تغير في الحجم، مفيش تغير في لون الجلد، مفيش تغير في لون الحلمه، مفيش اكتشافات بتنزل من الحلمه غير طبيعيه. وبعد كده بتبدا تنام على ظهرها وبتفحص الثدي اليمين بالايد الشمال بالثلاث صوابع اللي في المنتصف بحركات دائرية، بعد ما تقسم الثدي بخطوط وهمية كده لأربع أجزاء بتبدأ تفحص كل جزء من كل ربع من الثدي الأعلى والأسفل واليمين والشمال بالثلاث صوابع اللي في المنتصف، علشان لو حست بأي كتلة غير طبيعية ما كانتش حاساها قبل كده أو في كتلة مؤلمة ما كانتش موجودة قبل كده تبدا تتوجه للطبيب. انما لو الموضوع طبيعي فخلاص. وخلينا برضو هقول لك على نقطه دايما بتحصل، ان بعض السيدات نتيجه التوعيه الزياده فبيبقوا اي حاجه حتى ولو طبيعيه بيخافوا منها ويجوا للدكتور. فخلينا نقول عشان نعمل ستاندرايزيشن حتى لو حصل ده وخافت وعملت الاشعه وراحت بيها للدكتور وطلعت الاشعه كويسه فتعمل زي كانها بتعمل مايند سيت كده، خلاص الكتله اللي انا حسيتها وقلقتني هي كتله طبيعيه بالاشعه لما طلعت، فلما اجي احس نفسي الشهر الثاني والثالث والرابع بنفس الكتله بنفس المكان ونفس الحجم فخلاص انا كنت عارفه ان ده كانت حاجه طبيعيه بالاشعه لما عملناها. طيب دكتور يعني خلينا هيك نختم لقائنا معك بسؤال، خبرني أكثر، هل في تطور بالنسبة لعلاج مرض سرطان الثدي؟ هل مثلا ممكن نوصل لمرحلة نلاقي حباية واحدة بس ممكن ناخدها وننشفي من هذا المرض؟ بصي، هو طبعا التطور بقى موجود في كل مجالات الحياة مش في مجال السرطان بس. أوكي. وإحنا دلوقتي أصبح يعني سرطان الثدي بكثر الانفستيجيشنز او التحاليل اللي بنعملها بقينا بنشوف مستقبلات جديده على انسجه الخلايا السرطانيه وعلاجها ممكن عن طريق مش حبايه واحده، صحيح هي حبوب بتتاخد بديلا عن العلاج الكيماوي في حالات كثيره بالاضافه الى بعض الادويه اللي ممكن تتاخد تحت الجلد بدل ما كانت بتتاخد عن طريق الوريد، وده كان شيء بيزعج كثير السيدات ان هي ممكن تيجي تاخد علاج شهري او كل ثلاث اسابيع لازم نركب خط في الوريد او بنركب لها كورت كاس، فكثر الشكشكه اللي السيدات ممكن بيشتكوا منها اصبحنا في بعض الادويه بنحولها من 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 الادويه بتتاخد عن طريق الوريد الى ادويه بتعطى تحت الجلد بنفس المواد الفعاله، اصبح حتى لو علاج دوائي بتاخده في المستشفى بتاخده يا اما حقن عضل او حقن تحت الجلد، وفي دلوقتي كمان اقراص وانواع كثيره من الاقراص بيغطي اكثر من 95% من حالات اصابه بسرطان الثدي سواء كان كعلاج من المرض نفسه او في المراحل الاولى او كعلاج للمرض بعد الانتشار لا قدر الله. في الحالتين دور العلاج الكيماوي قل جدا جدا ومش كل السيدات عادت بنحط لها في الخطه العلاجيه بتاعتها العلاج الكيماوي. والله يا دكتور يعني